القوات العراقية تتجه إلى الموصل. إضافة لما قلته بالأمس، أريد اليوم أن أوجه كلمة للإخوة في العراق، للقادة العراقيين، للحكومة العراقية، للقوات المسلحة، وللحشد الشعبي. إن الأمريكيين يريدون فتح الطريق من الموصل إلى المنطقة الشرقية في سوريا كما ذكرت بالأمس. الإخوة العراقيون يعرفون جيداً أنه فتح الطريق من الفلوجة باتجاه سوريا، وكانت قافلة كبيرة جداً، مئات الآليات وآلاف المقاتلين، وتحت عين الأمريكيين لم يفعلوا شيئاً. الطيران العراقي، القوات العراقية هي التي تدخلت وقصفت هذه القافلة. اليوم الأمريكيون يريدون كما قلت بالأمس تكديس داعش في المنطقة الشرقية من سوريا. أقول للعراقيين، للإخوة العراقيين، ليس فقط من أجل سوريا، بل من أجل العراق، من أجل العراقيين، من أجل الشعب العراقي. تكديس داعش في سوريا بعد هزيمتها من العراق إلى ماذا سيؤدي؟ أولاً، ستستغل تواجدها العسكري والأمني في المنطقة الشرقية، يعني على الحدود الغربية للعراق، لتنفيذ عمليات أمنية وإرهابية وانتحارية حيث تصل أيديها في داخل العراق. وستجدون أنفسكم لتوقفوا هذه العمليات الانتحارية والتكفيرية مجبرين أن تدخلوا إلى المنطقة الشرقية من سوريا. وثانياً، سوف تحشد داعش لتعود من جديد إلى العراق. أساساً قبل سنوات عندما كانت الأنبار وصلاح الدين ومحافظة نينوى والموصل كانت في يد الحكومة العراقية، من أين دخلتها داعش؟ دخلتها من الرقة، من دير الزور، من المنطقة الشرقية في سوريا. إذن هذا الخداع الأمريكي سيضيع انتصاركم في الموصل. الانتصار العراقي الحقيقي هو أن تضرب داعش، وأن يعتقل قادتها ومقاتلوها، ويزج بهم في السجون، ويحاكموا محاكمة عادلة، لا أن يفتح لهم الطريق إلى سوريا، لأن وجودهم في سوريا سيشكل خطراً كبيراً على العراق قبل كل شيء.